Bismillahirrahmanirrahim. Layla fi Quraish la fi radu shida wa sayfa al-amd rabb hadha al-bayt alladhi at'ama min ju'a wa nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rada alladhi kadhibu bi dhalik alladhi yad'u al-yatim wa la yahudhu 'ala ta'amil miskin. Wa ila al-musallina ladina musallatihim sa'una ladina yurawuna wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-qasra wa salli li rabbika wa anhar inna sana qalbuka. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح حمد ربك أستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الأخذ العبد نظر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله شاكرا الحمد لله عايش الحمد لله عافنا ربنا لك الحمد كما ان بفضل جلالك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حاضر دين ولا حاضر قال سبحان الله الحمد لله رب العالمين الشكر الحمد لله النعيم الحمد لله عافنا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله تقبل اللهم يا الله تقبل واصل صواب ختم القران الى حضره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله اللهم تقبل واصل صواب ختم القران في مسجد النبوي يا الله الى حضره نبينا وقرات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاديه واصله رحمه نازله وبركه سامله الى حضره اله وازواجه الطاهرين اجمعين ولجميع اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى كل ناس بذلك الى حضره جميع اصحاب البدر والخطا والخلفاء الراشدين ابو بكر ومن رسول عليه وعلى حضره جميع اصحاب النبي الذي دفن في البقيع والى حضره جميع اصحابنا الذي دفن في الاخد وجميع اصحاب النبي الذي دفن في المعلى يا الله سبحان الله حضرتي جميع امام المسلمين امام مالك امام حنفي امام امام الشافعي امام احمد بن حنبل واتباع المشايخ وجميع مشايخ وجميع مشايخ طرق وجميع رجال القبو سبحان الله حضرتي جميع الشيخ القدس جلال نسال الله سبحانه الشيخ محمد البدر قبر مولانا تكون سبحان الله حضرتي شيخنا الشيخ وصلنا علمنا الشيخ ومشايخنا شيخنا الشيخ من والد حضرتي والدي محمود رئيس شيخنا وشيخ الأنوان جميع واسي ناظر سليم فوري مقربة حيبا نظر إن الله يتفصى ورحمة إن الله جميع المسلمين والمسلمين يا الله جميع المسلمين والمسلمين الله جميع ولي وليم يا الله في جميع الأحيان يا الله يا الله إن الله قطب نجوى نقوى نجوى إلى أحيان من الله إن الله يتفصى ورحمة إن الله يتفصى ورحمة رضوان نسكن جعل الأمور رجيدي في الجنة ويعيد على أن أهل الأمور يتنادل مثل أن أهد النور الأبار من بركة مسرار وانوار في الدين والدنيا ويعيد على أن أهل الأمور يتنادل مثل أن هذا النور والبركة والأسرار والأنوار في الدين ويعيد علينا أهل ذريتنا دلما وهذا البركة والأسرار وجعل أهل ذريتنا يا الله ودلما دلنا يا الله من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل وجعلنا أهل ذريتنا يا الله دلما دلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السر والقبل النور والمشاء ولا في وصلهم. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المتقين اللهم اجعلنا يا الله أهل ذريتنا دلما
من عبادك المتقين ولطاعتك اجمعين، واجعل اهل ذريتنا ومن احبنا يا الله من كبار اوليائك يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غاصن، اجعل اهل ذريتنا ومن احبنا يا الله من كبار اوليائك يا الله يا الله يا رب يا رب يا غاصن يا غاصن، واجعل اهل ذريتنا ومن احبنا يا الله من كبار اوليائك يا الله. واشهد اللهم طول عمرنا وصح اسادنا وشبر ظننا في حوائجنا واشرح صدورنا، نور قلوبنا بنور الايمان والاسلام، نور قلوبنا بنور معرفتك حقيقة اليقين برحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم بلغنا اهلنا ذريتنا ما احبنا الزهرة ما قبل المدن في يسر وعافية. اللهم بلغنا اهلنا ذريتنا ما احبنا الزهرة ما قبل المدن في يسر وعافية. اللهم بلغنا اهلنا ذريتنا ما احبنا الزهرة ما قبل المدن في يسر وعافية. يا الله يا الله يا رب يا رب يا غاصة يا غاصة انك رجل قدير يا الله، انك اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم اجعل قبره اللهم اجعل قبر روضه من رياض الله اجعل قبره قبره اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم اللهم اجعل قبر روضه ولا تجعل قبره اللهم انزل الرحمه اللهم اغفر على سائر القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ارفع لهم الدرجات وطيب لهم الكفر عن المسيئات يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي ادخلي جنتك ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Maghrib tanggal 5 Agustus 2022. Semoga berkah khatam Al-Quran di Masjid Nabawi.